مخزون الدم. بخصوص مخزون الدم، من أجل تأسيس مخزون آمن من الدم عبر مخزون وطني على الأقل، على الأقل يغطي 7 أيام. وصلت الوزارة المكلفة بالصحة والحماية الاجتماعية عبر المركز الوطني لتحقن الدم جملة من الحملات التحسيسية إلى غير ذلك، ويتمثل الهدف الأساسي من كل ذلك في تحصيل أكثر من 1000 كيس دم يوميا لبلوغ هدف 5000 كيس دم. وإلى غاية اليوم الاحتياطي المتوفر من أكياس الدم بلغ 4200، وهو ما يغطي 4 أيام، لكن الحملة سوف تظل مستمرة. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.